حتى المطلب فنص نحكيو على انديتنا في الكؤوس الافريقيه السي اس اس وكذلك الاتحاد المونستيري. البدايه مع تشامبيونز ليج مع السي اس اس ونستقبله بالتليفون زميلنا مراسلنا في صفاقس فاضل بوجناح، نعرف من عنده اخر اخبار النادي الصفاقسي قبل التحول ان شاء الله اليوم بعد اقل من ساعتين تقريبا يكون التحول لزنجبار. فاضل اهلا بك. مرحبا بك سلام، مرحبا بالسادة المستمعين. مرحبا. دونك هكا ولا فاضل بعد شوي يكون التحول ان شاء الله، اعطينا اخر اخبار الفريق متعلقه بالسي اس اس. بالفعل سلام، كما قلت انت توا نادي الرياضي الصفاقسي بعد حوالي اقل من ساعتين او نجم نقوله حوالي ساعة واربعين دقيقة استقل الطائرة ان شاء الله في اتجاه مدينة الدوحة. فريق النادي الرياضي الصفاقسي توا متواجد بالتحديد في مطار تونس قرطاج الدولي، قاعدين اللاعبين توا يقوموا بالاجراءات متاع مغادرة التراب التونسي، ينتطيوا الطائرة ان شاء الله في حدود الساعة معناها الاربعة متاع العشية. الطائرة تمشي المطار الدوحة الدولي ويكون ثم اسكال غادي من الدوحة لدار السلام، يمتطيو الطائرة زادة تابعة لنفس الخطوط الجوية اللي سافر عليها نحو تنزانيا، العاصمة متاع تنزانيا اللي كان منتخبنا الوطني هاجر فيها آخر مباراة دولية ليه. وبعد من دار السلام إسلام يعاودوا يمتطيو نفس الطائرة لزنجبار، معناها باش يعملوا دوز اسكال توا في الليل فريق النادي الرياضي الصفاقسي بكل من الدوحة ودار السلام، لكن ان شاء الله بعد وصولهم سالمين وبعد اجراء المباراة في طريق العودة النادي الرياضي الصفاقسي باش يعمل اسكال واحد من زنجبار يتعدى للدوحة ومنها لتونس. كما قلت لك اللاعبين توا والوفد المرافق قاعدين موجودين في مطار تونس قرطاج الدولي، الليستة هذه فيها 21 ملاعبي اسلام اللي باش يتوجهوا لخوض المباراة هذه. نعرفوا ثم شوية غيابات في صفوف النادي الرياضي الصفاقسي خاصة اللاعب المنتدب الجديد الليبي محمد صولة، نعرفه لي محمد صولة تعرض الإصابة في آخر مباراة ليه دولية مع المنتخب الليبي. غياب مؤثر فاضل، شاهدت وانا مقابلة ليبيا مقابلة الأولى في التصفيات عمل الماتش محترم جدا، ظهر يظهر اللاعب عنده إمكانيات محترمة معنا. بالفعل وكان حتى عمل الأسيست الهدف الثاني للمنتخب الليبي. اللاعب هذا نعرفه لليبيا كانت منتصرة بهدف لصفر، بعد تالي وقع تعديل النتيجة 1-1، وبعد محمد صولة كان عمل الأسيست متاع الهدف الثاني وكانت ليبيا منتصرة لحدود الدقيقة 91 إسلام، لكن سوء الحظ المنتخب الليبي مع الأسف عدلت لهم معناها المنتخب المنافس، وبعد تالي بعد حوالي 3 دقائق في دقيقة 91 التعادل وبعد تالي خسر المنتخب الليبي. دونك كما قلت لك محمد صولة برهن اللي عنده معناها شوية إمكانيات إن شاء الله يأكدها مع النادي. بالله نقطة على محمد صولة فاضل، كان قبل مقابلة الإياب كان خرج خبر أنه اللاعب باش يكون مصاب، لكن تفاجئنا بإشراكه في المقابلة رغم أنه الخبر خرج أنه مصاب، ثم اليوم السي اس اس تلقى روحها محرومة من اللاعب هذا. عندك توضيح عن النقطة هذه فاضل؟ بالفعل اسلام، بعد مباراة الذهاب مع المنتخب الليبي اللاعب محمد صولة كان معناها الناس الكل خرجت معلومة اللي هو مصاب مع المنتخب الليبي، لكن بعد تالي توقعناه اللي هو باش يغيب على المباراة الثانية، وبالفعل كان متواجد على بنك البدلاء، ادخل في آخر الشوط الثاني وقت اللي تعرض الإصابة في نفس المكان، وهكا تحرم منه النادي الرياضي الصفاقسي لفترة شهر ونص. لكن لهنا تعرف الأمور هذه يكون مسؤول عليها عادة طبيب المنتخب الليبي. دونك ثم معناها مراسلات وقعت بين النادي الرياضي الصفاقسي، فما حتى شكون من أحباء النادي الرياضي الصفاقسي طالب الهيئة المديرة بالقيام بشكوى ضد الاتحاد الليبي لأنه ما استحفظش على اللاعب هذا. اللاعب هذا معناها في عقد مع النادي الرياضي الصفاقسي، دونك يوقع معناها يتعرض الإصابة، الخاسر الأول هو فريق النادي الرياضي الصفاقسي. لكن في القانون يقول القانون أنه بإمكان الفريق القيام بشكوى إذا تجاوزت فترة الراحة بالنسبة للاعب المصاب 4 أشهر اللي هي ما هيش نفس الحالة مع اللاعب محمد صولة، كما قلت لك شهر ونص ويرجع الميادين. دونك كما قلت لك غياب اللاعب محمد صولة ومعناها عنا سلام توا حاليا قائمة اللاعبين المشاركين في الرحلة هذه في غياب أيضا أيمن الحرزي وحسام دقدوق المعاقبين ظهر لي من آخر مشاركة. فوالا اسلام هذوكم باش نرجعوا لهم بعد. بالنسبه لايمن الحرزي وحسام الدقدوق معاقبين كما قلت لك وقت اذا كان تذكر اسلام المباراه نهضه بركان المغربي مقابله الشهيره فيها وقع معاقبتهم هما نسيم هنيد ثلاثه لاعبين هذوما بثلاثه مباريات من قبل الكاف، عداوا زوز مباريات اللي هما مباريات نتاع فريق فارادو الجزائري عم ناول
وبإذن الله باش تكون آخر مباراة لهم تحت طائلة العقوبة هي مباراة الذهاب مع فريق مالانج من زنجبار. دونك نرجع لك للليستة سلام، كما قلت لك في حراسة المرمى أيمن دحمان، صبري بن حسين، محمد الهادي قعلول، في الدفاع نلقاه هاني عمامو، على غرام محمد علي جويني، محمد بن علي، غيث المعروفي الراجع للفريق بعد عام إعارة الفريق هلال الشابة، عزمي غومة، ونور الزمان الزموري. في وسط الميدان نلقاو عبد الله العامري، محمد علي الطرابلسي، وليد القروي، سوكاري، وكريس كوكو. وفي الهجوم أشرف الحباسي، جاسم الحمدوني، حسام بن علي، والعاد من الإعارة كيف كيف في راس شوات، وكينغسلي إيدو. علما إسلام أنه الفريق في قائمة اللاعبين معهم محمد علي منصر، محمد علي منصر نعرفه مازال تحت طائلة معناها إصابة، مازال يعاني مخالفات العملية التدخل الجراحي الخفيف اللي كان قام به قبل حوالي 3 أسابيع، لكن باش يسافر مع الوفد معناها نعرف محمد علي منصر عنده الخبرة اللازمة في الأفريق، وملاعب قديم في النادي الراضي الصفاقسي تقريبا معناها حضر على آخر تتويجات اللي يرفعهم النادي الراضي الصفاقسي ضد مازن بيل كونغولي في كأس الكاف ولا البطولة، دونك الوجود نتاعو باش يكون معنوي. نعم نعرفك قريب انت وتتبع حتى في المقابلات الودية، ما نعرفش شنو القراءة نتاعك انت، عندك التشكيلة المحتملة حسب في تفكير أنيس بوجلبين وعماد بن يونس؟ ولا مازال بكري؟ المحتملة إسلام النجم نقول لك اللي باش تكون بأكثر من 90% عن نحو الآتي، باش يكون كالعادة أيمن دحمان في حراسة المرمى، هاني عمامو هو وعلاء الدين غرام باش يكونوا قلبي الدفاع، على اليمين غيث محمد بن علي، ظهير أيمن، ظهير أيسر باش يكون محمد علي جويني، وسط الميدان باش يتكون من كريس كواكو والقروي ومحمد علي وسكري ومحمد علي الطرابلسي. من أربعة ملاعبية؟ نعم أربعة ملاعبية في الوسط؟ ثلاثة نوع يلعبوا كاتر وتروا كما العادة في اللي هو مشكون عاود لي في الوسط؟ محمد علي الطرابلسي وسكري وكريس كواكو، معناها وليد القروي ليه؟ وليد القروي ليه؟ بين القروي وبين كريس كواكو. واضح واضح كمل به. دونك القدام باش نلقاو كالعاده من الناحيه اليمنى اشرف الحباسي ومعاه حسام بن علي وفي راس شوات وكينغسلي إيدو، اشرف الحباسي وفي راس شوات وكينغسلي إيدو. نعرفوا انه قلب بن علي ليه معناها فاضل ركز لي فاضل بن علي ليه معناها سميت لي اربع خالص. لا 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 ثلاثه قلت لك، في راس شوات كينغسلي إيدو اشرف الحباسي، اشرف الحباسي باش يلعب ليه دروا معناها جناح ايمن، في راس شوات باش يطيح جناح ايسر، وكينغسلي إيدو باش يكون هو قلب الهجوم الفريق. كما قلت لك ينجم معناها التغيير يحصل في التشكيله، لكن هذا تقريبا العمود الفقري نتاع التشكيله باش يلعب بها فريق النادي الراضي الصفاقسي. في راس شوات قلب هجوم، لكن نعرفوه زاده من اصناف الشبان، ينجم يطيح يلعب على معناها على كجناح. لسعد الدريدي وقتها لعبوا برشا في البوست هذيك صحيح هاي. واضح. بالنسبة إسلام إذا كان نحكيه على طاقم التحكيم، كنا تحدثنا في إكسبريس أفام عنا حوالي أسبوع، قلنا أن طاقم التحكيم هذا متاع المباراة الذهاب ضد فريق مالانج باش يكون من كينيا. أسماء الحكام نلقاو حكم ساحة ديفيس أومبومون، مساعد أول توني كيديا، ومساعد ثاني سامويل كورباو. كما قلت لك بكري إسلام رحلة العودة بعد المباراة هذه إن شاء الله باش تنطلق من زنجبار، وباش يكون فما إسكال وحيد في الدوحة ومنها العودة لتونس. وحاجة أخرى إسلام، كانت المباراة مبرمجة يوم السبت 28 على الساعة 2 بعد الزوال، وقع توخيرها للساعة 5 بعد الزوال. هذا بالنسبة لتوقيت مباراة الذهاب. مباراة الإياب بعد أسبوع إسلام، ونعرف أنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان رخص الفريق النادي الراضي الصفاقسي بالفعل ملعب الطيب المهيري، نعرفه اللي كانت فما. نعم إسلام واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك فاضل، وقت الأخبار تعرف ملزومين بالوقت، شكرا لك على كل التفاصيل اللي مديتنا بها، وخاصة التشكيلة تقريبا محتملة بنسبة 99% كما أكد فاضل أبو جنيح. فدوة تركي يجيكم في الأخبار بعد شوية، مواصلين في البلاي حتى المطلة 3:30.